فادني وشرفني اقدم لكم دكتوره هبه محمد مصطفى. دكتوره هبه حاصله على ماجستير اداره الاعمال في السبلاي تشين مانجمنت من الاكاديميه العربيه للعلوم وتكنولوجيا المتل البحري، ومسجله بدرجه دكتوراه في الديجيتال ترانسفورميشن امباكت ان سبلاي تشين مانجمنت، وخبره اكثر من 17 سنه، وهتقدم لنا النهارده محاضره قيمه جدا عن سبلاي تشين مانجمنت ان ديجيتال ترانسفورميشن. السلام عليكم جميعا، شكرا جدا لحضرتك على التقديم الهائل ده. ان شاء الله تستفيدوا معانا بالمحاضره دي، هو ان شاء الله هيكون كورس ينفع المحاضره. هنشوف بس النهارده ان شاء الله ربنا يسهل تكونوا متجاوبين معانا، وان شاء الله تلاقوا كونتنت مفيد ولطيف ان شاء الله. طيب احنا النهارده هنتكلم على السبلاي تشين مانجمنت. يعني ايه سبلاي تشين في الاصل؟ هو ترم مش جديد ومش قديم، بس يمكن في مصر مش معروف قوي. ابتدى يعرف مؤخرا بسلاسل الامداد او سلاسل الاحتياجات. هي زي ما احنا شايفين كده على الفلوت شارت ده، هو فيه تدفقات هنا من ناحيتين، سواء من ناحيه السبلايرز الموردين للمصنع. التدفقات دي تدفقات اللي هي الرو ماتيريالز والمعلومات انفورميشن وفاينانس، الفلوس اللي بندفعها. وتدفقات من الناحيه الثانيه بقى، انا مبني بنبيع السلع المنتجه دي، بتيجي من ناحيه العميل نفسه بيدفع الفلوس، وفي انفورميشن وفي برضه برودكت. يعني هي تدفقات من الناحيتين. باختصار هي بنقول هي عباره عن مجموعه من الانشطه. سبلاي تشين مانجمنت هي عباره عن مجموعه كبيره من الانشطه احنا بنحتاجها للتخطيط والتحكم وتنفيذ تدفق السلع، من اول شراء المواد الخام acquiring raw material وإنتاجها لحد توزيعها إنها توصل للمنتج النهائي، للمستهلك النهائي سوري. طيب الهدف من كده إيه؟ طيب عشان أعمل الكلام ده أنا بحتاج برامج سوفت وير تساعدني إن أنا أعمل كل الكلام ده، لأن طبعا مانيوال بيبقى موضوع مبهج جدا ومتعب جدا، وخطأ العامل البشري كبير قوي فيه، فممكن كل اللي أنا شغل اللي بعمله ده يتلخبط خالص. عشان كده في برامج كمبيوتر كتير سوفت وير بتساعدنا نعمل القصه دي. هدفها ايه؟ زي ما قلت بتحسن اداء السبلاي تشين. ان انا هدفها في الاخر ان انا اوصل للعميل، بوصل له بالبرودكت اللي هو عايزه، بالسبيكس الوصفات اللي هو عايزها، في الوقت كمان اللي هو محتاجه فيه، مش قبلها بكتير ولا بعدها بكتير، لا في الوقت تقريبا اللي هو فعلا محتاج فيه. الفايده من كده ليها فايده للمصنعين نفسهم وللتجار على حد سواء. المانيفاكتشر او المصنع بيهمه قوي يعرف العميل عايز ايه عشان ينتج له الحاجه اللي هو محتاجها. هو المصنع بيصنع حاجه عايزها في الاخر تتباع، فانا كده بوفر عليه نفقات ان هو ينتج حاجات مش هتتباع في الاخر. تكلفه الرو ماتيريال اللي اشتراها، تكلفه التصنيع والعماله اللي عنده، تكلفه التوزيع وتكلفه التخزين. هو كده صنع بس الحاجه للسوق عايزها. زي ما بنقول برضو بتساعدني ان انا عايزه اعرف العميل محتاج ايه، وده برضو بيساعد التجار، لان في ناس كتير ما بتصنعش، مجرد بيشتري سلع ويبيعها سواء كان بيستوردها او من السوق المحلي. كل ده ان انا بس بساعد ان هو ياخد قرار الصح في الاخر. طيب نتكلم تاني برضو ان السبلاي تشين دي عباره عن انتجريتد، انشطه متداخله ومتكامله من البلانينج التخطيط اكسكيوشن التنفيذ، بشويه عمليات محتاجاها علشان اضمن سلاسل تدفق المعلومات والخامات، وبرضو الفلوس اللي انا محتاجاها الكابيتالز او راس المال اللي بيساعدني ان انا اعمل اصنع وابيع السلع اللي انا محتاجاها دي. الحاجات دي بتتضمن حاجه اسمها ديماند بلاننج. ديماند بلاننج اللي هو تخطيط الاحتياجات، انا عايزه اعرف السوق محتاج ايه. زي ما احنا داخلين كده على رمضان كل سنه طيبين، السوق احتياجاته في رمضان غير بقيه السنه، الناس استهلاكها بيزيد على السلع، في سلع جديده او مش جديده او يعني سيزوناليتي بيبقى اقبال عليها في رمضان اكتر، زي اليانيش والمكسرات. ده نوع من انواع التخطيط، ان انا مش طول السنه هوفرها لان مش هتش محدش هيشتريها كتير، فبالتالي سورسنج يعني هجيبها منين، ابتدي ادور مين التاجر اللي هشتري منه يديني سعر كويس وجوده كويسه وفي الوقت المناسب اللي انا محتاجاه. البرودكشن لو انا هصنع، امتى هصنع؟ في حاجات مثلا ملابس الشتوي وملابس الصيفي، ملابس الشتوي ببتدي تصنيعها من الصيف عشان في اول شتاء تكون متاحه، وهكذا.
الانفنتوري مانجمنت اللي هو تخطيط سوري او اداره المخزون. انا عشان يكون عندي مخزون لازم اديره بشكل كويس، بحيث ان انا عندي حاجات كتير بتبقى ليها اكسبايري ديت، اكسبيريشن ديت، ما انتجش حاجات على الفاضي وما بتتباعش وفي الاخر بتخسر من العمر الافتراضي بتاعها. الحاجات التكنولوجيه زي الموبايلات والكمبيوترز كل يوم في ابديت، فما برضو ما بنتجش منها كميات كبيره واخزنها عندي. الاستورج نفسه، ان انا عشان اخزن الحاجه لازم يكون عندي ستورج كونديشنز مناسبه ليها. في حاجات بتحتاج مثلا انها درجه حراره معينه، حاجات بتبقى قابله للتعامل، حاجات قابله للانفجار، الحاجات دي كلها لازم اراعيها في التخزين. ترانسبورتيشن النقل، برضو في النقل براعي الحاجات دي، ان انا وانا بنقلها انقلها مثلا في ثلاجات لو هي مثلا مأكولات زي الكولد تشين مثلا، او الاجهزه الكمبيوتر واجهزه الموبايلات، الحاجات دي كلها لازم اراعي في نقلها ان انا ما يعني تتنقل بطريقه ان هي تحافظ عليها لحد ما توصل للعميل، في حاجات قابله للكسر وهكذا. يبقى ترانسبورتيشن ده حاجه مهمه جدا برضو في سبلاي تشين. طيب الترانسبورتيشن ده بيتقال عليه لوجيستكس، هي هنعرف دلوقتي ايه الفرق ما بين اللوجيستيك والسبلاي تشين. خلاص كده؟ طيب عايزين نوضح نقطه مهمه قوي. كان اول ما بدانا نتكلم على السبلاي تشين ما كانش مفهوم السبلاي تشين زي ما قلت هو يعتبر جديد شويه. اول ما اتكلمنا ابتدوا يتكلموا على حاجه اسمها اللوجيستكس. اللوجيستكس دي كلمه جت من ايام الحملات الفرنسيه اللي قالها نابليون بونابرت، كان بيوصف فيها المؤن والاسلحه من فرنسا يعني ولاماكن المعارك بتاعته. فهي كلمه لوجيستيك معناها موفينج البرودكتس او الماتيريالز بشكل مناسب يضمن انها فعلا احافظ عليها في ستورج كونديشنز معينه. وفي الحالة دي أنا مش الموفينج هنا هيتضمن بقى كل حاجة، إن أنا عشان أوصلها كويسة الباكجينج التغليف بتاعها عشان ما تتكسرش أو عشان ما تتدلقش زي ما بنقول. الترانسبورتيشن نفسه ده لوجيستيك، الديستريبيوشن اللي هو التوزيع برضه لوجيستيك، الويت هاوسنج اللي هو المخازن ده برضه بيدخل ضمن اللوجيستيك، وبعدين الدليفري التوصيل للعميل لحد ما توصل بيه. يبقى كل ده أنشطة بسميها لوجيستيك. طيب من هنا بقى ابتدى نتكلم على في أنشطة تانية ابتدت تظهر اللي هنتكلم عليها، هنقول عليها دي هي دي سبلاي تشين. يبقى كده اللوجيستيك ده هعتبره ان هو جزء من السبلاي تشين، هو فعلا جزء من السبلاي تشين. ليه؟ السبلاي تشين فيها حاجات اكتر. انا هنا قلت ان اللوجيستيك هو الموفينج التغليف والنقل والديستريبيوشن والوير هاوسنج والكلام ده كله. طب ايه بقى السبلاي تشين؟ لا السبلاي تشين اشمل، فيها البروكيومنت نفسه، ان انا هشتري الماتيريال، اصنع الماتيريال، بلاننج هخطط هتيجي امتى ومن مين، انشر وانفنتوري برضه. والانفنتوري غير الوير هاوسنج وهنشرحه بالتفصيل ان شاء الله بعد كده. طيب في برضه فرق حابه نعرفه ونميزه، اللي هو الفرق ما بين البروكيومنت والبرشيزنج. ناس كتير قوي بتفتكرهم ان هما زي بعض، مجرد كلمه كلمات كلمتين مترادفتين. لا البرشيزنج ان انا احتجت حاجه نزلت جبتها خلاص، ممكن ألف على واحد اتنين تلاتة وبشتري اللي هيقابلني وخلاص. لكن البروكيرمنت لأ، بيخش فيه أنشطة أكتر. أنا هنا بدور براحتي على فيندو، بدور على تاجر مناسب بختاره، بحط كريتيريا معينة عشان أختاره على أساسها، بعمل بايمنت تيرمز، ببتدي إن أنا أقول لأ أنا مش هدفع كمان أسبوع كمان شهر وهكذا. بحط استراتيجية عشان أتعامل بيها مع الموردين بتوعي واختيارهم، وطول النهار ببقى في نيجوشيشن أو مفاوضات معاهم، بعمل عقود معايا، عقود طويلة الأجل كمان. فكل ده بيخش ضمن البروكيورمنت. تمام؟ طيب لو حبينا برضو نكمل على السبلاي تشين، عشان أعمل بقى سبلاي تشين مانجمنت عشان أدير الموارد بتاعتي. دايما بنقول إن أنا موارد دايما محدودة، في أي شركة في أي مكان في أي دولة الموارد محدودة. لو بالنسبه للشركه الموارد دي عباره عن موارد بشريه بني ادمين، موارد ماديه، عشان دايما بقول ان في ندره في الموارد دي، والشركه مش هتعين ناس بعدد لا نهائي وما عندهاش ميزانيه لا نهائيه برضه، لا هي محدوده في الاخر ببادجت معينه وبورك فورس معينه. طيب عشان اديرهم بشكل فعال محتاجه حاجه اسمها سبلاي تشين مانجمنت اللي قلنا عليها. ايه عناصرها؟ اول حاجه الكاستمر. زي ما قلنا الكاستمر ده هو اللي بيحدد لي انا هنتج ايه، هو عايز
حوالين الكاستمر. زي ما قلنا قبل كده، الكاستمر ده مثلا الموبايلات اول ما طلعت كان الهدف منها ان الناس تتكلم وهو مش في البيت، مش مرتبط بمكان معين، مش هياخد التليفون البيت وينزل بيه الشارع، لا ده كده انا عايز موبايل اسمه من كلمه موبايل بيتحرك كده بحريه وخلاص. ابتدوا يسالوا ناس في المعارض، طب انتوا عايزين ايه بقى الفيتشر اللي محتاجينها في الموبايل؟ في ناس قالوا عايزين في راديو، في ناس عايزين كشاف، في ناس قالوا لا عايزين كاميرا، وهكذا ابتدى يتطور الموبايل من الكاستمر نيدز. بقيت اعرف ايه احتياجات العميل فبقيت اتطور على اساسه. زي مثلا نوكيا، كان نوكيا دي من احسن الشركات واكبر شركه موبايل، لكن للاسف خرجت من السوق لان هي ما خدتش احتياجات العميل في اعتبارها. تاني حاجه، تاني عنصر من عناصر السبلاي تشين، الفوركاستنج. يعني ايه فوركاستنج؟ هو التنبؤ. انا بتنبأ باحتياجات العميل، انا خلاص عرفت هو عايز ايه، بس انا مش عارف هو مين كام واحد هيشتري. انا هنا بتنبأ بالكوانتيتي اللي ممكن السوق هيحتاجها او السوق هيستوعبها. التايم نفسه بتاعها، يعني ناس مثلا في الاعياد بيزيد عليها الطلب على الموبايلات، ثانوية عامة نجاح، مش عارفه ايه الحاجات دي كلها، في اوقات معينه الطلب بيزيد عن بقيه السنه، وقت الكريسماس وهكذا. يبقى الفوركاستنج ده عامل مهم جدا عشان اعرف هنتج قد ايه وامتى. اوكي، تالت حاجة، تالت عنصر معايا اللي هو الديزاين. يعني ايه بقى الديزاين؟ ان انا هصمم السلعة بتاعتي زي برضو ما العميل ما عايز. زي مثلا احنا اول ما قلنا عن الموبايل، كان اول ما طلع كان حجمه كبير جدا وضخم زي اللاسلكي، الناس ابتدت تشتكي، لا هو حلو وكل حاجة بس حجمه ضخم ومش عارف اشيله، انا عايز حاجة صغيرة احطها في ايدي وهكذا. فابتدى الديزاين يختلف علشان الكاستمر هو اللي كان عايز كده خلاص. طيب برضو كان من الشركات اللي كانت في السوق وكان عليها طلب كبير على عربياتها مثلا فورد، بتاعت العربيات فورد، كانت بتقول لك يعني انت ليك حق تختار اللون اللي انت عايزه طول ما هو اسود. يعني هي بتجبر العميل ان هو يشتري العربيات عندها كلها واحد اللي هو الناس ابتدت تروح بعد كده للمنافسين اللي ابتدوا يدوهم فرايتي اكتر في الالوان. في ناس مش عايزه اسود، زهقت من اللون الاسود، عايز احمر، عايز اخضر، عايز اصفر. فده برضو بيجي من احتياجات العميل. رابع عنصر معانا هو البروسيسنج. يعني ايه بقى البروسيسنج؟ انا دلوقتي خلاص عرفت الكاستمر عايز ايه وعملت الفوركاست بتاعي وصممت المنتج بتاعي زي ما هو عايزه، ابتدى ان انا انفذ بقى، وانفذ بجوده كويسه عشان طبعا العميل يرضى عنه، وفي نفس الوقت ابتدي اسكيدول الورك بتاعي، هنتج ايه امتى، ابتدي انزل خطه الانتاج بتاعي لو انا مصنع. وانس انا خلاص صنعت بقى، محتاجه ان انا احط اللي انا صنعته ده في مكان امن لحد ما اوزعه، للبوت من اول التصنيع لحد ما توصل للعميل، حتى لو هو لفتره بسيطه، ده بيسميها الانفنتوري. خلاص انا هنا بقيت اصنع بحط الحاجه في اماكن عشان اجهزها ابتدي انقلها للعملاء بتوعي. العنصر اللي بعد كده البرشيزنج. انا عشان اصنع الكلام ده محتاجه طبعا رو ماتيريالز. رو ماتيريالز يعني عايزه اشتري مواد خام من سبلايرز معينه، ابتدي احط بقى ايه النقطه اللي بعد كده السبلايرز، ابتدي اشوف مين السبلايرز الموجودين في السوق وابتدي اقيمهم من حيث الكواليتي بتاعتهم، الدليفري ملتزمين معايا مواعيد التسليم ولا لا، وابني معاهم علاقات طويله الاجل زي ما بنقول. العنصر اللي بعد كده اللوكيشن، مهم قوي ان انا اختار لوكيشن مناسب جدا يكون فيه فاسيلتيز اعرف انقل بيها. لو انا مثلا مصنع بصنع حاجات مشتقات بترول، فيبقى الاحسن انا اكون جنب المينا مش اكون في الصحراء، عشان تكلفه النقل هتكون عاليه وبالتالي التكلفه هتعلى عليا. اللوجيستكس اللي هي بقى اللي زي ما قلنا، هحدد ازاي بقى هنقل الكلام ده كله، سواء كان الرو ماتيريال من الصحراء للمصنع او الفينش جودز اللي هتطلع لي من المصنع للكاستمرز بتوعي. دي كلها بنسميها عناصر السبلاي تشين مانجمنت. يعني اتمنى تكونوا متابعيني. عشان احقق الكلام ده بقول انا محتاجه كومبوننتس بقى بتاعت السبلاي تشين، عشان اعمل الكلام ده كله محتاجه ابلان، اعمل خطه. محدش هيتحرك الا بيعمل خطه، زي فريق الكوره بينزل الملعب، مش كل واحد هيمشي يلعب في اتجاه، لا هم حاطين خطه مين هيهاجم مين هيقف جون وهكذا. نفس القصة في سبلاي تشين مانجمنت، أنا هعمل بلان للريسورسز بتاعتي، عندي استراتيجية للشركة نفسها هي دي اللي أنا هبني عليها البلان بتاعتي. استراتيجية الشركة لو هي هدفها إرضاء العميل، ولا هدفها تقلل النفقات، ولا هدفها إيه بالظبط، فلازم البلان بتاعتي تنبع من استراتيجية الشركة اللي أنا شغالة فيها.
بعد ما حطيت الخطة بتاعتي وهنتج ايه وامتى بكميات قد ايه، هبتدي اعمل سورسينج، هدور على السبلايرز اللي عندهم الكواليتي اللي انا محتاجاها، وابتدي انيجوشيت معاهم البرايس والدليفري تيرمز والبيمنت تيرمز وكل الكلام ده. بحط برضو ماتريكس عشان اقيم السبلاير دول في الاخر. كل سنة كده بعمل حاجة اسمها سبلاير اسسمنت، بقيم المورد بتاعي طول السنة كان اداؤه عامل ازاي عشان اقرر هكمل معاه ولا ابتدي اشوف حد تاني. تالت حاجة في الكومبوننت بتاعت سبلاي تشين مانجمنت الميك اللي هو التصنيع نفسه. وزي ما قلنا أنا محتاجة أعمل جدول للتصنيع طول السنة، ممكن في شهور معينة هنتج نفس الكميات أو في شهور معينة هزود شوية لو المنتج بتاعي سيزونالي. تمام. وبرضو بعمل في خلال التصنيع بتاعي أنا بعمل تيستنج للبرودكت، بشيك على الكواليتي بتاعته عشان ما ينزلش السوق حاجة مش كويسة دي فيها ديفولت مثلا، وبالتالي هي امباكت بتاعها مش لطيف طبعا، وهتسيء لسمعة الشركة وسمعة المنتجات بتاعتها. وبرضو من ضمن الميكنج الباكجينج نفسه لازم اغلفها بطريقة تحفظ خواصها طبيعية تحتشي، وفي نفس الوقت تحفظها عند النقل عشان ما تتكسرش او تتفسدش. الكومبوننت اللي بعد كده بقى الدليفري، اللي هي ازاي هوصلها للعميل بتاعي. وفي الحاله دي انا محتاجه اعمل نتورك من الوير هاوسز، يكون عندي مخازن في كذا مكان بحيث تكون سهل اوصل للعميل، مثلا مخزن في اسكندريه، مخزن في بورسعيد، مخزن في الصعيد وهكذا، بحيث يبقى عندي فيه سهوله ان انا اروح اسلم الناس، مش مثلا حد يحط لي الاوردر النهارده يستلم كمان شهر، لا يكون في وقت مناسب جدا للتسليم. وفي نفس الوقت بيكون عندي لو انا هسلم بنفسي او بتعاقد مثلا مع شركه بتيجي تنقل لي البرودكتس بتاعتي وتوصلها لي للعملاء بتوعي. اخر حاجه الريتيرنز، لازم يكون كل شركه عندها بوليسي للريتيرنز للمنتجعات. حصل مثلا لا قدر الله ان في برودكت ما بعد ما عدى على التصنيع وعدى على الكواليتي تشيك لكن وصل للعميل في ديفو في الاخر، فلازم الشركة طبعا تتخصص وتتأكد إن فعلا ده مش العميل، إن هو مشكلة عندها، فبالتالي لازم يا إما بقى هعوضها دي لواحد غيره أو بيتعمل عليه ريبورت أو في حاجة بسيطة ممكن أصلحها وأديها. تمام. طيب لو أنا بتكلم السبلاي تشين دي عبارة عن نتورك. نتورك يعني شبكة أبستريم وداونستريم. أبستريم اللي هي من upstream اللي هي حاجه طالعه لي، اوكي، حاجه طالعه من السبلايرز للشركه نفسها للمصنع او للموزع، وفي downstream اللي هو العكس. طيب احنا بنقول ان سواء upstream او downstream انا بتعامل مع كذا layer، عندي first tier supplier، second tier supplier، third tier supplier. يعني لو انا هنا مصنع عصير، مصنع عصير بيصنع عصير لكن مش هو ما بيروحش يجيب الفاكهه ويعصرها عنده، لا هو بيرجع للي قبليه. انا هنا مثلا ده مصنع عصير هنا، سوري، ده مصنع عصير هنا، بيروح يشتري مركزات العصير، بيشتري الاب، سوري، بيشتري الابل جوس مثلا، لو عايز يصنع عصير هيشتري ابل جوس اللي هو الكونسنتريشن بتاعه تركيز مركز، هيشتري البوتلينج الازايز، اوكي. طيب وفي نفس الوقت ده هيرجع، هو ما عندوش الكلام ده، هو بيصنعه فبيرجع للي قبليه، مصنع العصير ده مركزات العصير راح اشتغل عصير نفسه بقى، وبعد كده عنده جوسنج بلانت، يعني يبقى هنا مصنع العصير هنا راح جاب الابل جوس ده من البوتلينج بلانت، من الاماكن يحطه في ازايز دوت، راح للسبلاير بتاعه بيدوله الابل نفسه، هو ده عباره عن ايه؟ الجوسنج بلانت، المكان اللي عصر فيه التفاح ده، جاب مين ده؟ جابه منين؟ جاب من الفارم نفسها، الابل فارم، وهكذا. يبقى انا كمصنع بتعامل مع فيرست تير سبلاير اللي هو اخر حد جاب لي الرو ماتيريال، الرو ماتيريال دي هو واخدها من حد قبليه، واللي حد قبليه جابها من حد كمان. يبقى هنا كده قلنا انا مصنع عصير اشتريت مركزات العصير من البوتلينج بلانت، وده جابها من الجوسنج بلانت، المكان اللي بيحولها العصير بيديها له في عبوات اكبر، وده جابها منين؟ جابها من المزرعه على طول. نفس القصه في الاوت باوند، انا كشركه بعد ما صنعت العصير بديه للديستريبيوشن سنتر اللي هو الموزع الكبير او تاجر الجمله، تاجر الجمله بيوديه للريجونال
لتجار جمله تانيين بس في اماكن متفرقه. مثلا لو انا ده مثلا هدي تاجر كبير في مصر، ده هيدي لاكبر تاجر في السويس، اكبر تاجر في القاهره، اكبر تاجر في اسماعيليه، اكبر تاجر في قنا، وهكذا. بعدين ده هيبتدي يدي الشخص الصغير. واضحه؟ يبقى كده انا عندي نتورك. يعني ايه نتورك؟ هي شبكه طالعه ونازله، ابستريم وداونستريم، بيتقال عليها برضو انباوند واوت باوند. يبقى الابستريم هو الانباوند، الحاجه اللي داخله لي كمصنع هيصنع، الاوت اللي خارجه من عندي وبسميها برضو داونستريم اللي هي نازله للمستهلك. تمام؟ طيب الراجل او الحد، لو حد بيشتغل سبلاي تشين مانجر، هو ايه مهمته؟ هو مهمته طول النهار يحاول يلاقي فرص كويسه عشان يشتغل مع السبلايرز ومع الكاستمرز. ليه؟ عشان يقلل النفقات بتاعته وفي نفس الوقت يحسن الخدمه اللي بيقدمها او المنتج اللي بيقدمه. تاني حاجه، هو بيحاول يستخدم التكنولوجيا، بيعمل تيم وورك، بيبني تيم معاه، سواء من الناس اللي شغالين معاه في نفس ادارته او مع بقيه الادارات في المنشاه اللي هو شغال فيها. ليه؟ لان في الاخر ده الشغل كله انتجريشن، لازم يكون فيه تكامل وتعاون ما بين كل الناس، سواء جوه الاداره نفسها كسبلاي تشين او بينه وبين الادارات التانيه زي الكواليتي، زي زي السيلز طبعا، لان هو اللي بيديله السيلز فوركاست اللي هيشتغل عليه وهكذا. طيب بيعمل ايه تاني السبلاي تشين مانجر ده؟ هو شغلته بتبتدي من اول ما يبتدي يستلم الرو ماتيريال، طبعا من قبل كده بيبتدي يعمل سورس عليها ويشوف سبلايرز، ولحد ما بيسلم الفينيشد برودكت للكاستمر. يبقى هو بيعمل كل حاجه الاب ستريم والداون ستريم. اوكي؟ طيب مهمه السبلاي تشين مانجر برضو ان هو بيعمل يقوم بكل مهام اللوجيستيك زي ما قلنا. اللوجيستيك اللي هي ايه؟ اللي هي الموفينج، اي حاجه، اي حاجه فيها موفينج الماتيريالز. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيعمل اول حاجه بلان، يحط الخطه او الاستراتيجي. تاني حاجة يبتدي سورس على الرو ماتيريالز أو السيرفيس. ممكن يكون أنا عايز سيرفيس حد يجي يعمل لي صيانة للمكن والأجهزة اللي عندي. سيرفيس مثلا بقدمها إن أنا محتاج حد ينقل العمال من بيوتهم للمصنع ويرجعهم تاني بيوتهم، دي كلها سيرفيس برضه. محتاجة حد يجي لو أنا مثلا مصنع عندي كافيتيريا، محتاج حد يجي يقدم أكل للعمال، سواء هجيب حد يطبخ جوه المكان في الكافيتيريا أو بعمل أوت سورسنج وبشتري لهم وجبات جاهزة وينزلوا ياكلوها في الكافيتيريا وهكذا. ثالث حاجة بقى المانيفاكشنج، التصنيع نفسه. وهنا لازم أركز على البرودكتيفيتي والإفشنسي، يعني لازم أكون الحاجة اللي بصنعها تكون مجدية جدا، اللي هو الاستغلال الامثل للخامات وللمكن اللي عندي والعنصر البشري، وفي نفس الوقت افشنسي بقلل منها دايما الكوست. رابع حاجه برضو بيعملها الدليفري واللوجيستيك، ان انا بعد ما صنعت الحاجه ابتدي اخزنها وابتدي انقلها والباكجنج بتاعها وابتدي انقلها تاني للكاستمرز او للسوق. ولو هصدر لازم اعرف ايه الريجولاتوري بتاعت التصدير لكل دوله هصدر ليها وفلفلت الريكوينتس دي قبل ما اصدر. خامس حاجه قلناها بقى قبل كده اللي هي الريتيرن سيستم، لازم يكون عندي وارنتي ويكون عندي ريتيرن سيستم لو في حاجه يعني معيبه، مثلا عندي فورم معين وعرفت ان خلاص الحاجه دي معيبه، وممكن كمان اودي عربيه من عندي للعميل استلم الحاجه وترجعها للشركه للفحص تاني لو هي فعلا ثبت ان هي معيبه، يا اما بعوضه عنها بواحده تانيه فور فري طبعا، يا اما بعمل عليها ريورك لو حاجه بسيطه ممكن يكون مثلا قافله في اللي هو التيار الكهربائي، حاجه كده بسيطه ممكن اظبطها وارجعها. طيب كل الانشطه دي بتعود بالنفع على الشركه كلها. ليه؟ بتخليني يعني لو انا نزلت حاجه معيبه ومعرفتش استرجعها، ده طبعا مشكله كبيره جدا بتعود على سمعه الشركه، وطبعا يعني ممكن احتاج ملايين عشان وسنين عشان اعرف اصلحها تاني. طيب احنا اتكلمنا على سبلاي تشين، بره بطلوا يقولوا سبلاي تشين اصلا، خلاص بقى يقولوا حاجه اسمها فاليو تشين. ايه بقى الفاليو تشين؟ هي نفسها سبلاي تشين بس انا هنا بركز على الفاليو. يعني ايه بركز على الفاليو؟ يعني انا بعمل كل الانشطه دي بس اي نشاط مش هيضيف لي فاليو
مفيش فاليو ادد منه، مش هيضيف لي قيمه، هبتدي امينيمايز الموضوع ده او اشيله خالص. زي مثلا في حاجات لازم اعملها ومش هتضيف لي قيمه بس بتعطلني، بس لازم اعملها، زي مثلا كواليتي كنترول. يعني بعد ما بصنع كل مرحله التصنيع وبعد كمان الباكجينج، لازم في كل مرحله ببتدي اسحب عينات واحللها تاني واتاكد منها ان هي سليمه. طب الموضوع ده كوست؟ اه طبعا كوست جدا، بيعطل اه بيعطل، لكن ينفع استغنى عنه؟ لا ما ينفعش. يبقى دي ده بالنسبه لي فاليو، يضيف لي قيمه. طيب في كل بقى خطوه ابتدي احسب واقيم الموضوع ده له قيمه ولا ملوش قيمه، مهم ولا مش مهم، بيستهلك مني قد ايه. ده في كل حاجه بقى، من اول في الانباوند لوجيستيك، الاوبريشنز نفسها، التصنيع نفسه اللي بعمله، الاوت باوند، اي حاجه، اي نشاط انا بعمله في سبلاي تشين لازم ابتدي اقيمه تاني واعمله اناليسيس. اوكي اي حاجه شايفها ان هي بتعطلني وبتديني كوست لكن مش هترجع عليا فاليو، لا هبتدي ان انا اشيلها خالص من الجدول بتاعي. طيب وبرضه بكلمه فاليو تشين، ابتدى برضه يقل استخدامها وابتدوا يروحوا ناحيه حاجه اسمها البلوك تشين. ايه بقى البلوك تشين دي؟ زي ما قلنا هي برضه التطور الطبيعي للسبلاي تشين والفاليو تشين. هنا بقى انا عايزه اساعد الشركه ان هم يبقى في كونتاكت مباشر ما بين المشتري والبايع. انا مثلا كشركه بشتري طب انا ساعات بتعامل مع سبلايرز فور ذا فيرست تايم وما اعرفوش، بيبقى في طبعا غموض في الاول، انا ما اعرفش السبلاير ده هياخد الفلوس وهيديني حاجتي ولا هيدوخني عشان يشحن في ميعاده ولا لا، انا ما اعرفش، محدش يعرف طبعا، محدش يضمن، خصوصا لو بتعامل معاه حد لاول مره وحد من اوف شور مش من نفس البلد. انا عايز اضمن ان انا كل حاجه بعملها سكيورت ومتاكده منها 1000000%. طب ايه اللي بيتيح لي الكلام ده؟ حاجه اسمها بلوك تشين. ايه البلوك تشين دي؟ هي عباره عن تكنولوجي بتخليني اعمل تراكنج وتراسابيلتي اكروس السبلاي تشين كلها، ان باوند واوت باوند. ازاي؟ هنا الشركه هنا ده عندها تراديشنال سبلاي تشين، عندي مخازن وعندي اسطول نقل فيت مانجمنت وعندي تصنيع وسبلايرز، لكن كل واحد بيتعامل مع التاني كده وخلاص، انا ما فيش ثقه متبادله ما بينهم، ما نعرفش بعض الا طبعا لو حد اعرفه من زمان وخلاص الدنيا ماشيه سموث. هنا بقى في البلوك تشين هي حاجه اسمها زي لو حد بيتعامل في البيتكوين، هي بالظبط دي كانت نشأة البلوك تشين. يعني ايه بيتكوين؟ هي عملات متداوله، محدش ماسك عمله في ايديه، لكن هي برنامج كده، ده بيتكلم ده، ده بيتكلم ده، سنتريك، في حاجه هنا بتضمن ان السموث، ان محدش هيخش يلعب في حاجه. يعني مثلا السبلاير انا دفعت له عن طريق البنك، فالبنك ضمن ان الفلوس راحت للسبلاير، فلوسي انا كمصنع، فلوس راحت للسبلاير، هيضمن ان السبلاير هيرجع لي، هي هي هيشحن لي حاجتي في الوقت اللي اتفقنا عليه. ليه ما فيش حد بيخش؟ ما حدش دخل مثلا في النص كده عمل هاكرنج عليا وسرق الفلوس. فاهمين القصه؟ يعني ممكن نشرحها بعد كده بالتفصيل. يعني هي سبلاي تشين هي الانشطه اللي بعملها عشان اعرف اشتغل بطريقه فيها تخطيط كويس، تنفيذ كويس، كنترول كل حاجه. طيب تمام، عشان اعمل الكلام ده محتاجه برامج كمبيوتر، برامج سوفت وير. اه تمام، ترانسفورميشن من ان اشتغل كل شغلي وركي، لا انا بتشتغل ببرامج كمبيوتر. طيب البرامج دي برضو مش كفايه لحد دلوقتي، ابتدينا نروح حاجه سبلاي تشين. حابه اوريكم فيديو عن السبلاي تشين، عن سوري البلوك تشين. Let's be blunt about this. The internet is amazing and it's changing the world. While recognizing that we still have 50% of the world's population to connect, the internet has fundamentally touched almost all aspects of life for half our planet and undoubtedly has impacts on the other 50% too. The internet plays a role in how we work, learn, communicate, play, and so much more. It has significantly impacted industries like newspapers and brick and mortar retail, reinvented others like how we manage our money, and created new industries such as social media and online dating. You get it. The internet has been a big deal and continues to be. In fact, the most disruptive days of the internet may still be ahead of us,
Some have said that we're still in the opening act. Of course, it's easy to focus on all the positives of the internet, such as low-cost communications anywhere in the world, low barriers to setting up and running a global online business, and new ways to access healthcare information. We'd be kidding ourselves if we didn't recognize that the vast network of networks didn't have some stubborn problems associated with it. Beyond some of the obvious, social media trolling, software viruses, online fraud, fake news, and criminal hacking, the internet often struggles with the fundamental challenges of trust. We face ongoing questions such as, is the person you are doing business with online really who they say they are? Is a service real? And are only authorized people granted access to private systems? Of course, we can all think of hundreds of other examples of trust on the internet. Healthy ecosystems rely on trust. Now, this being said, we've done wonders with existing technology. In addition to usernames and passwords, we now use two-factor authentication, which requires more effort to validate an identity for an individual. For example, after entering a username and password on a laptop computer, a user may be asked to enter another code that is sent separately to the person's mobile phone. We have firewalls and intrusion detection systems, hardware and software that works to block bad internet traffic. We have biometrics, such as using your fingerprint for access, and captchas, those online boxes that require you to type in letters and numbers from a photograph to prove you're not a computer. With these mechanisms for security and trust, we've come a long way. And yet, we still get hacked. Our systems and databases are compromised, made unavailable. Money and identities are stolen. And our confidence to innovate even further using the internet is stifled and, at worst, impeded. If we want ironclad online voting, workable digital currencies, confidence in machines talking to machines, self-driving cars that securely negotiate with each other, improved and seamless methods to authenticate identity, and more, we're going to need a more secure and trustworthy internet. To enable Bitcoin, the world's most successful online currency, and a topic we'll explore in detail later, a new mechanism for establishing trust was required. This was the blockchain. And while the blockchain may change the game in security and trust, it may enable a lot more. If we're going to enter the next chapter of innovation and positive disruption using the internet, it may well be the blockchain that opens the door. أتمنى يكون الفيديو صغير ده فهمكم البلوكتشين. هي باختصار طبعا حاجة بنستخدمها علشان نأمن على كل حاجة بنعملها، أي ترانزاكشن، ماي ترانزاكشن، أي حاجة مش حد يقدر يعمل عليها هاكرينج، بضمن الحاجة بتوصل سواء معلومات أو فلوس أو whatever، أي حاجة بتعامل مع السبلاير أو مع الكاستمر. أنا فعلا بكلم السبلاير اللي أنا عايزاه والكاستمر اللي أنا عايزاه، محدش دخل عمل هاكرينج و وانتحل صفته أو شخصيته وابتدى يعمل معانا شغل تاني وفي الآخر نخسر فلوسنا ونخسر معلومة. هو ده باختصار البلوكتشين. طيب في شوية عناصر كده internal supply chain value chain elements. أول حاجة executive management، زي ما قلنا كده supply chain أو value chain عشان تشتغل لازم يكون عندي strategy هشتغل عليها دي، عشان طبعا قلنا عندي scarcity resources بتاعتي فيها ندرة، عشان أقدر أوظفها صح لازم يكون عندي plan. البلان دي هتيجي من رؤية المنظمة أو الشركة اللي أنا شغالة إدارات الشركة، بينبع strategy بتاعتها من الفيجن والميشن بتاعت الشركة. فبقى تاني حاجة supply chain نفسها supply management، زي ما قلنا أنا عندي upstream وعندي downstream، عندي اللي داخل لعندي واللي خارج من عندي. لازم يبقى عندي علاقات قوية جدا مع suppliers، ببني معاه علاقات طويلة الأجل لحاجات كتير قوي. هو ممكن يبني بالknow how، ممكن يقول لي خلي بالك من حاجات أنا مش واخدة بالي منها خالص،
من الحاجات اللي لو حد بيشتغل اوف شور طبعا بنستورد اغلب الخامات طبعا من بره، لازم مثلا ابقى اوير بوضع البلد نفسها اللي انا بستورد منها. لو انا مثلا بشتري من اوروبا الاتحاد الاوروبي، ابقى عارفه طبعا ان في دايما سترايكس ومظاهرات ممكن تعطلني عن ان هما يشتغلوا. مثلا المطار قافل، عاملين اضراب، محدش هيشتغل، مش هينفع الشحنه بتاعتي تيجي، فما اجيش انا في الوقت ده واروح طالبه اوردر مثلا، الا بقى لو انا مش مستعجله عليه. مثلا بقى زي الهند، طول النهار عندهم اعياد كتير، لازم ابقى عارفه مواعيد الاعياد بتاعتهم. اوروبا برضو بتيجي في نيو يير وفي الكريسماس بياخدوا اجازه تقريبا شهر، لازم اعمل حسابي ان حاجتي توصل لي قبل الاجازات دي وهكذا. تالت حاجه الاوبريشنز. ايه بقى الاوبريشنز؟ ده انا ازاي اترانسفير الانبوت لاوتبوت، اترانسفير الرو ماتيريال للفينشد جودز بتاعي. برضو لما بيكون عندي فاليو تشين كويسه، ان انا اقدر اعمل الكلام ده كله بكوست اقل وكواليتي اعلى طبعا. اللوجيستيك اللي هي بقى خلاص انا هموف الماتيريالز، سواء كانت رو ماتيريالز او واعمل لها ستورنج برضو في ستورج كونديشن كويسه. وبرضو الحاجات اللي اوريدي صنعت ازاي احافظ عليها لحد ما توصل للكاستمر بتاعي. دي الاليمنتس اللي مهمه جدا في الفاليو تشين. في حاجه مهمه قوي نعرفها، حاجه اسمها البول ويب ايفكت. يعني ايه البول ويب ايفكت؟ زي انا بناء على طلب العميل اللي هو هنا ده الكاستمر. طب الكاستمر طلب مني 5 وحدات مثلا، كاسم طلب من مين؟ راح انا مثلا نزلت السوبر ماركت الصبح سالت على حاجه ودخلت ما لقيتهاش في المحل، رحت اللي بعده واللي بعده واللي بعده، فكل سوبر ماركت من دول عارف ان انا عايزه مثلا مسحوق غسيل معين، مثلا عايزه علبه، رحت هنا ما عندوش، هنا ما عندوش، هنا ما عندوش. فكل واحد كده حط في مخه ان هو هيطلب من تاجر التجزئه اللي بيديله. تاجر التجزئة أخذ الأوردرات دي دبلرها طبعا، هو ما يعرفش إن شخص واحد سأل في ال5 محلات دول، هو جاله من ال5 محلات دول فيدباك إن عايزين المنتج إكس مثلا، راح طلبهم من الإيه؟ يعني مثلا هنا قال له الواحد ده اتحول هنا بقى 5 على مراحل الريتيل. تاجر التجزئة ده راح لتاجر الجملة قال له إيه؟ أنا عايز 15. تاجر الجملة راح للمصنع قال له أنا عايز إيه؟ عايز 50. لكن النمبر الفعلي أصلا في الأول كان 1، فده اسمه بول ويب إفكت، إن الكاستمر بيطلب حاجة على ما المصنع بيعرف، بيكون يعني زي الإشاعة كده تقعد تكبر. هي مش إشاعة طبعا ولا حاجة، لكن هي حاجة من الظواهر اللي بتحصل في الفوكاستنج. عشان كده دايما بنقول إن الفوكاست طبعا مش حاجة أكيوريت، هو حاجة بريدكتبل. فلازم دايما انا كحد بيشتغل في السبلاي تشين عيني دايما على السيلز، ما بصش على الفوركاست واشتغل عليه وخلاص، لا انا متابعه السيلز اول باول. وقال لي هبيع 5، هبيع 10، اشوف هو باع 5 ولا باع 10، باع اقل، باع اكتر، وابتدي احلل الموضوع ده. ليه؟ عشان البول ويب افكت زي ما قلت كده هي بتاثر على الافشنسي بتاعت السبلاي تشين. هي هنا بتقول انا عندي increasing في السوينج ان انفنتوري، هتبتدي الاقي الانفنتوري عندي انا كمصنع بيعلى. ليه؟ لان هو العميل عايز واحد بس، وانا في الاخر عملت 50. قيس على كده بقى اي حاجه، مثلا 5 عملاء عايزين 10 حاجات، على ما وصلت هنا اتقال لهم عايزين 100، عايزين 1000، هو الرقم بالفعل الطلب اصغر بكتير. هي نقطه صغيره، هي دي البول ويب افكت. خلي بالي منها ازاي او اتخذها ازاي؟ ان عيني دايما على السيلز، اشوفه فعلا باع بكام، بحيث لو هو فعلا باع الرقم اللي قال لي عليه ممكن برضو اكون حريصه في ان انا ابني ستوك، ما بقاش ستوك عالي، لان برضو ممكن يكون عشان كانت حاجه ناقصه في السوق الناس ما صدقت لقيتها جريت جابتها. اخلي بالي من النقطه دي كويس قوي، لان دي ممكن تعليل الانفنتوري قوي ويكون على حساب منتج تاني فعلا الناس هتبقى محتاجاه، وده يبقى حاجه كده زي يقول كده وهم، يعني حاجه وهم. طيب في حاجه اسمها اتكلم عليها سبلاي تشين ستراتيجي او ديزاين. انا عشان اشتغل لازم اعمل نفس استراتيجي. قلنا استراتيجي بتيجي منين؟ بتيجي من الفيجن والميشن بتاع الشركه ككل. طب ليه مهمه عشان اعملها؟ لان طبعا صعب، وانس ان انا عملتها صعب اغيرها تاني. في حاجات ممكن نغيرها، في حاجات صعب قوي اغيرها، زي مثلا لو انا هختار مثلا موقع الشركه فين، وانا ببني مصنع واخترت مكان ما،
مش بعد ما هبني واجيب الارض وابني المصنع واشتري المكن والآلة، مش فارق بعد سنة اقول لا انا عايزة ابقى في مكان تاني، لا صعب طبعا، مش هقدر اشيل المصنع وامشي. ففي حاجات فعلا بتبقى مكلفة جدا وبتاخد وقت كبير، والبناء نفسه بياخد وقت وتكلفة عالية جدا، فلازم من الأول أكون أول. طيب ايه الديزيشنز المهمة في السبلاي تشين؟ أول حاجة أوت سورس السبلاي تشين فانكشنز. يعني إيه أوت سورس؟ يعني أجيب حد يعمل لي الشغل اللي أنا كان المفروض أعمله. طب هو ده صح؟ في حسب بقى، لو هو مش الكور، مش الكور أكتيفيتي بتاعي، أه صح. زي مثلا ايه؟ زي مثلا ناس بتوع ال HR يقول لك انا مش هجيب عربيات تنقلي الموظفين من بيوتهم للمصنع، انا هجيب شركه تنقلهم، انا هوفر ثمن الاتوبيسات دي، وان انا اشتري واجيب سواقين واعينهم واوسع لهم مرتبات وميديكال انشورنس وتامين اجتماعي ومعاشات. لا لا، انا رايح دماغي المبلغ اللي كنت هشتري احطه في البنك ومن الاربعه تفاصيل. فده ده هنا قرار سوء جدا. طب في السبلاي تشين ده ينفع؟ اه ينفع. ما انا ممكن اعمل نفس القصه في العربيات اللي هتنقل البضاعه، بدل ما اشتري عربيات واعين سواقين كتير، ممكن يكون اه طبعا عندي عربيه او اثنين او ثلاثه، لكن اجيب اسطول تاني واريح دماغي بقى من الهسل بتاع تجديد الرخصه والمخالفات والحوادث والقصه دي كلها. يبقى ده فانكشنز من بتوع السبلاي تشين ممكن اعملها اوت سورسنج. ايه تاني ممكن اعمله اوت سورسنج؟ التصنيع. انا لو انا ما عنديش مصنع او عندي مصنع لكن في حاجات معينه ما ينفعش ارتجها في المصنع عندي ما لهاش طلب كتير، بدل ما اكلف نفسي واعمل لاين جديد، لا انا ممكن ااجر لاين عند اي حد، او بحاجه اسمها تول مانيفاكتشرنج، ويصنع لي اللي انا عايزاه في الوقت اللي انا عايزاه واحاسب بس على اجر التصنيع. فهي ما دام هي ما هياش في الكور اكتيفيتي بتاعي ممكن اه، بس بحيث ان برضه ما ياخدش نو هاو مني. هي ليها شوية elements كده لازم أبقى عارفينها كويس. اللوكيشن زي ما قلت، تختار اللوكيشن بعناية، لأن ده خلاص نفس اللي أنا عملته مش هينفع أغيره والكباس بتاعه. يعني ما اختارش مثلا أنا أعمل مصنع كبير وكباس عالية وفي الآخر أصلا المنتج اللي أنا عايز أعمله معلوش طلب كتير، لا لوكال ولا في ال ولا التصدير، أو أعمل كباس قليلة جدا لكن الحاجة عليها طلب وأنا كان أوريدي عندي فلوس أو عندي قدرة إن أنا أعمل مصنع كبير بكبس عالي. فدي لازم أخد بالي منها كويس، لازم في دراسات جدوى قبل ما أختار اللوكيشن والكبس. اللي بعد كده products to be made or stored at various locations. أنا صنعت الحاجة، هل أنا عندي مخزن رئيسي واحد ولا عندي مخزن رئيسي وكذا مخزن فرعي؟ زي مثلا شركات المشروبات الغازية مثلا، عنده مصنع في كذا مكان، مش بس بقى في كل دولة في العالم، لا ده عنده كل جو في كل دولة عنده كذا مصنع، أو عنده مصنعين ثلاثة وبعد كده عنده distribution centers أكتر، بحيث إنه يقدر يغطي مناطق جغرافية أكتر. كل ده بيزد على إيه؟ بيزد على برضه طلب عليه. هو مش عليه طلب فمش داعي طبعا إن هو يفتح الكلام ده كله. هي طبعا عشان حاجة consumable فهي fast moving item، فبالنسبة له طبعا هو هيكسب أكتر لو انتشر أكتر. المود اوف ترانسبورتيشن، ايه وسائل النقل اللي انا هستخدمها؟ مثلا لو انا بشتري خامات من بره، هنقلها بر ولا هنقلها جو ولا هنقلها بحر؟ على اساس ايه هختار؟ على اساس التكلفه وعلى اساس السيفتي برضه. انا ما استرخصش مثلا اقول انا لا انا هجيب الحاجه من بلد معينه لحد مصر، من السعوديه لمصر مثلا بطريق بري. طب اه ماشي بارد، لكن مثلا ما اقولش ان انا هجيبها مثلا من موزمبيق لمصر بطريق بري، مش هينفع. بعد كده الانفورميشن سيستم. ليه انفورميشن سيستم؟ عشان زي ما قلنا انا بحتاج انفورميشن دايما في شغلي، ومهم قوي ان انا يكون عندي برامج اي ار بي سيستم تسهل لي شغلي. تمام. يبقى دي كلها لونج تيرم واكسبنسيف جدا، فعشان كده لازم اختارها صح من الاول واركز كويس قوي، ولازم اخد في اعتباري برضو ان في الاخر برضو انا عندي حاجه اسمها ماركت انسرتينتي. يعني انا مهما حاولت طبعا مش هوصل للبرفكشن، مش كل قراراتي هتبقى صح 100%، لكن برضو على قد ما اقدر يكون قراراتي مبنيه على دراسه وعلى علم وعلى يعني تحليل السوق وتحليل الوضع كل حاجه، وفي نفس الوقت يكون عندي فلكسبيليتي ان لو حصلت مشكله اقدر اتغلب عليها او اقدر اوفركم المشكله دي. طيب
السبلاي تشين بقى احنا يعني ازاي بنطلب الحاجه بتاعتنا. انا عندي حاجه اسمها سايكل فيو وعندي بوش او بول فيو. ايه سايكل فيو دي؟ زي هنا مثلا في الرسمه دي هتوضحها. هنا ده الكاستمر، انا عندي دي سيركل بتاعه الكاستمر. الكاستمر طلع لي اوردر، طلع اوردر، هو ما جاليش انا كمصنع يقول لي انا عايز كذا، لا هو راح للريتيلر للمحل اللي جنب بيته قال له انا عايز جهاز كمبيوتر مثلا او جهاز لابتوب. طب الريتيلر ما عندوش، او بيجي على نقطه معينه لازم يعمل ريبلينشمنت سايكل، يطلب تاني عشان يقدر يفلفل الكاستمر اوردر. الريتيلر عمل الريبلينشمنت سايكل دي او طلب اللاب عشان الكاستمر. طيب الريتيلر بيوديها لفين؟ بيوديها للديستريبيوتور. الديستريبيوتور ده بيروح طالب من المانيفاكشر، يبقى كده دخلت المانيفاكشر سايكل. المانيفاكشر سايكل بيروح يطلب من السبلاير اللي هي البروكيورمنت سايكل، يبقى هم كلهم متداخلين وانتجريتد مع بعض. دي بسميها السايكل في فيو سبلاي تشين بروسيس. انا بستنى الكاستمر يطلب او ببريدكت بتنبأ بيع السيلز فوركاست ان الكاستمر مثلا هبيع 100 جهاز في السنه، فال التاجر التجزئه بيطلب عشان يكون عنده مثلا في المحل حوالي 100 جهاز عشان لما يجي حد يساله يقول له اه عندي. بيطلب من الديستريبيوتر، فبيروح طالب من المصنع يصنع له الجهاز. طبعا احنا قلنا ان في حاجه اسمها البول ويج افكت، كل واحد يبتدي يزود لحد ما ممكن هم الكاستمر كان طالب 100 في الاخر المانيفاكتشر عمل 1000. اوكي خلي بالنا من الحته دي. طيب في حاجه تانيه بقى، يا اما بشتغل يا اما او بول. ايه البوش وايه البول؟ البوش انا بعمل حاجه بنتج وازق المنتج للسوق، بعد كده ابتدي ازق الناس ان هم يروحوا يشتروه. زي ايه؟ زي مثلا الحلويات، الشيبسي، المشروبات. انا بنتج كميات مهوله وبعمل اعلان افضل اغري الناس ازقهم ان هم يروحوا يشتروه. لكن البول حاجه تانيه بقى، انا بخلي الناس هي اللي تدور عليا وهي اللي توصل. ازاي او ايه الفرق او مين احسن؟ هو في حاجات كان الاول يقول لك ما ينفعش فيها بوش، يعني مثلا الادويه ما كانش ينفع اعمل اعلان مثلا على ادويه الكبد مثلا او ادويه الكانسر واقول للناس روحوا اشتروا، مش هيحصل. هنا ما فيهاش خالص بول، مش هينفع. لكن دي بوش، انا بروح مثلا ببعت المندوبين بتوعي لدكاتره الدكاتره المختصين ويبتدي يعملوا بروموشن، فيبتدي هنا هو اللي ايه يكتبها مرة. لكن ابتدى دلوقتي حتى في قطاع الادويه يبقى عندي برضو البوش في الاو تو سي، اللي هي مثلا الادويه اللي بيقعد على الرف زي البنادول، زي المراهم، زي اي حاجات ما لهاش سايد افكتس او سايد افكتس بتاعتها قليله او مش محتاجه روشته طبيه عشان تتصل. فهنلاقي بنشوف كتير اعلان عن معجون الاسنان، بنلاقي كتير اعلانات عن البنادول، عن الفيتامينز، كل دي موجوده اعلاناتها شغاله بالبوش، ان انا بزقها زي الراجل هنا كده بيبوش، هو معاه حاجه بيزق. طب هنا برودكشن بيحصل ازاي؟ بيحصل ابروكسيميشن، بحاول اتنبا، بعمل هنا انتسيبيتد يوزج، بنتج بلارج لوت كميات مهوله، هاي انفنتوري، عندي مخزون عالي جدا، وعندي ويست. ليه؟ لان المخزون ده معرض ان هو يبقى اكسبايرد او اوت اوف ديت لو عندي تكنولوجي يعني، فطبعا خلاص هرميه. المانجمنت هنا باي فاير فايتنج، ليه؟ انا طول النهار بحارب علشان اجيب عميل. بور كوميونيكيشن، انا ما اعرفش العميل عايز ايه، انا قاعده انتج وازقه حاجه في السوق عشان يشتري. على عكس بقى في البول هنا بيعمل ايه؟ البرودكشن هنا بيبقى ايه؟ على القد، انا بستناه هو يطلب وانا اعمل اللي هو عايزه. عندي هنا actual consumption، هو طلب واحد هياخد واحد، طلب خمسه هياخد خمسه، فما فيش عندي losses هنا خالص. small lots بنتج طبعا بكميات صغيره على قد ما هو عايز، low inventory ويعتبر كأن ما فيش inventory، انا يا دوبك عندي على القد. waste reduction برضو الويست اقل بكتير، اللي بيطلب بيتاخد. management by site، انا بدير الموضوع وانا يعني هترجع عليك زي ما بيقولوا. better communication، لان طبعا انا عندي communication دايما مع العميل، بنتج له اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه بالمواصفات اللي هو عايزها. زي ايه؟ زي شركه ديل بتاعت الكمبيوتر بتاعت اللابتوب.
دلك ما بتعملش حاجات وتحطها، لا ده هي بتستناك انت تروح وتقول له انا عايز جهاز كذا، ده اول حاجه خالص، انا عايز جهاز مواصفاته كذا، انا عايزه لونه بينك، انا عايز لونه لبني، بيبقى كاستمايز على مزاج العميل. بيضمن ايه؟ بيضمن طبعا ان هو ما عندوش كل اللوسز اللي اتكلمنا عليها دي. ايه في حاجه اسمها سبلاي تشين ماكرو بروسيس او انتربرايز اس دبليو، يعني ايه؟ يعني انا السبلاي تشين دي بتعامل على كذا حاجه. اول حاجه كاستمر ريليشن شيب مانجمنت اللي هي سي ار ام، يعني ايه؟ ان انا بدير علاقاتي مع العملاء بتوعي، زي ما قلت كده لازم يبقى عندي جود كوميونيكيشن مع العملاء، عارفه هم عايزين ايه، ابتدي انتج له الحاجه اللي هو عايزه كانها فعلا كاستمايز او تيلور ميد، حاجه مفصله على مزاجه بالظبط. اي حاجه الانترنال سبلاي تشين مانجمنت اللي هي انا جوه ادارتي نفسها، ازاي بدير علاقتي مع الكووركرز اللي معايا بطريقه فريندلي جدا، بنكمل بعض، ما حدش بيتصيد اخطاء للتاني خالص، الدنيا ماشيه بداري سموث زي ما بنقول. تالت حاجه بقى سبلاي تشين سبلايرز ريليشن شيب مانجمنت، زي ما كانت علاقتي كويسه مع الكاستمرز ومع الكووركرز بتوعي، لازم برضو تكون بنفس النسبه كويسه جدا مع السبلايرز، لان عشان اضمن يديني الحاجه بتاعتي اون تايم في الوقت اللي انا عايزاه، بالكواليتي اللي انا عايزاها، بالكميه اللي انا عايزاها، لا اكتر ولا اقل. دي المحاور الرئيسيه اللي لازم اخلي عيني عليها دايما وانا بتكلم في القصه. هي هنا برضو بشكل مختلف شويه، سبلاي تشين ماكرو بروسيس ان فيرم، في اي شركه لازم عندي سبلاير. سبلاير ريليشن شيب مانجمنت عباره عن ايه؟ اللي هي السورس، ابتدي ادور، اعمل سورسنج، ادور على سبلايرز، نيجوشيت، بتفاوض معاهم في الاسعار، في الكميات، في اي حاجه، تسليم، في البيمنت تيرمز، بعد كده ابتدي اشتري منه. بعد كده لازم عندي كولابوريشن في الديزاين نفسه، هو ممكن كمان يفيدني، اما انا اقول له انا عندي كذا كذا يقول لي لا غيري الديزاين، غيري طريقه التصنيع، فدي كلها بتيجي من السبلاير، لان هو اوريدي هو اللي مصنع الخامات وعارف احسن حاجه تديني احسن اوتبوت ليها ايه. وفي الاخر برضه هيبقى فيه برضه سبلاي كولابوريشن، هو هيتعاون معايا قوي في اي اوراق مطلوبه مني، سواء انا محتاج مثلا اصدر، احتاجت اوراق معينه فجاه، ولو انا مثلا شغاله في قطاع الادويه وزاره الصحه، عملت ريليشنز جديده، هو هيكوب معايا كويس قوي لو انا علاقتي بيه كويس. يبقى ده كده ايه الجزء بتاع السبلاير. الجزء بتاع الفيرم اللي هو الانترنال سبلاي تشين مانجمنت، يكون عندي استراتيجيك بلاننج، انا مع التيم بتاعي لازم كلنا مع بعض نقعد نحط الخطه. الخطه دي مش بتيجي من الهوا، دي بتيجي اصلا من السيلز فوركاست، يبقى دايما عيننا عليه زي ما قلنا، بايع ما باعش على اقل من الفوركاست، اكثر من الفوركاست، عشان ما افضلش ابني في انفنتوري على الفاضي. لو هو ابتدى يبيع اكثر من اللي هو قايل لي عليه، ابتدي اراجعه، هل ده على طول ولا ده كان حاجه كده اكويزن خلاص، عشان لو محتاج فعلا ابتدي ابني له ستوك تاني. الديماند بلاننج، احنا بنتعاون مع بعض عشان نحط الخطه وتطلع صح. السبلاي بلاننج برضو، والفولفيلمنت، ان احنا ازاي كلنا بنتعاون مع بعض كادارات مختلفه بقى، فليت مانجمنت، بالبروكيورمنت، ده كل ده سبلاي تشين طبعا، البروكيورمنت، الانفنتوري، كلنا مع بعض تيم واحد علشان نعمل الحته دي كلها. الفولفيلمنت الاوردر بيجي من كل الحاجات دي، والفيلد سيرفيس، وازاي اخدم على كل الناس يعني ومع بقيه الادارات، كل ده جوه الفيرم، ده سبلاي مانجمنت تيم بيعملوا مع بعض. الكاستمر بقى اللي هو السي ار ام، ده لازم هو اللي هيقول لي الماركت عايز ايه، السبلاير عايز ايه، البرايس، انا ممكن احط سعر السبلاير، سوري الكاستمر شايفه ان هو اوفر قوي، مبالغ فيه، ومفيش اي ادد فاليو، يعني انا دفعت جنيه عايز اخد حاجه فعلا احس ان هي بتسوى جنيه، دفعت 10 عايز فعلا احس ان انا دفعت 10 اخدت حاجه فعلا قيمتها 10، ما تضحكش عليا. السيل، لو انا ببيع، هبيع له دايركت ولا اندايركت؟ يعني هذه المحلات بتاعتي انا ولا هو هيروح يدور عليا في المحلات؟ لازم عندي كول سنتر، ابتدي اتلقى شكاوي الكاستمرز بتوعي، او حتى لو هو عايز انا اوصله، يبقى انا اتولى الموضوع ده، حتى لو هعمله اوت سورسنج بس يكون حد كويس. الاوردر ليه؟ عشان هو في الاخر انا هعمله فولفيلمنت للاوردر بتاعه. اوكي، طيب هنا برضو زي ما قلنا في الاول، ايه الفرق ما بين اللوجيستيك والسبلاي تشين؟ هنا برضو الفرق بين الديستريبيوشن واللوجيستيك والسبلاي تشين. الديستريبيوشن جزء من اللوجيستيك،
الديستريبيوشن في ايه؟ في وير هاوس وانفنتوري كنترول. طب ايه الفرق بين الوير هاوس والانفنتوري؟ هما واحد؟ لا مش واحد، انا اوضحها بعدين. في حاجه لو الانفنتوري ده اللي انا بفضل ابني فيه علشان افولفل الاوردرز بعد كده، لكن الوير هاوسنج هي حاجه زي محطه كده بيخش شويه وطالع تاني، هتعمل له ليبلنج، هيتحط له برايس تاج وهكذا. الاوردر نفسه كل ده بيجي في الديستريبيوشن سنتر. الماركت هاندلنج هو بيهاندل الماركت، عارف الماركت عايز ايه فوق وهناك. يبقى كل ده الباكجينج والداتا بروسيسنج بيجيب لي داتا من العملاء، ده كل ده بيجي عن الديستريبيوشن شانل، قناه التوزيع اللي هي تجار الجمله وتجار التجزئه. ممكن يكون تبعي او مش تبعي، يعني ممكن يكون الشركه ليها محلاتها او بتدي لناس تانيين. ده جزء من اللوجيستيك. احنا اللوجيستيك والانفنتوري مانجمنت، الانباوند ترانسبورتيشن، السبلاي والديماند بلاننج، والاوت سورسنج مانجمنت لو انا هعمل مثلا جهه مانجمنت من بره او اي حاجه ثانيه. خلاص كل ده بقى جزء من السبلاي تشين. السبلاي تشين اشمل واعم، هتبتدي من اول السورسنج والبروكيورمنت والمانيفاكتشر كده، بنراجع تقريبا على اللي قلناه قبل كده، وانتجريشن اوف سبلاي اند ديماند مانجمنت. يبقى ده الفرق بين الثلاث مصطلحات دول، الناس دايما بيتلخبطوا فيهم. يبقى السبلاي تشين هي الامبريلا اللي جواها اللوجيستيك، واللوجيستيك جواه التوزيع. اوكي، هو في فيديو ثاني على البلوك تشين بس ممكن نأجله شويه بالنسبه لنا. طيب حابه اكلمكم على الديل كيس ستادي. احنا واحنا بنتكلم جبنا سيرتهم كتير. ديل زي ما احنا عارفين شركه اللابتوب المشهوره قوي. طب ازاي السبلاي تشين في ديل عاملين ازاي؟ شكلهم ازاي؟ ديل دي شركه كانت شركه ناشئه جدا وفجاه بقت حاجه بومينج وظهرت من ما فيش في وقت قليل قوي. طيب ديل نشأتها قوي اعتمد على ديزاين، هو يديني ديزاين جديد مش في السوق، وتعملي ديفلوب لحاجه برضو مش اللي السوق متعود عليها، وتصنعها وتماركت وتسبورت الانفورميشن تكنولوجي كلها. طب ديل عملوا ازاي؟ نجاحها جه منين؟ ديل سكسس از ا كومباينيشن اوف دايركت سيلز، هي بتبيع دايركت للعميل بتاعها، والانفنتوري مانجمنت والسبلاير انتجريشن. هي اشتغلت على ثلاث محاور رئيسيه، ان انا هبيع مباشر للعميل بتاعي، هدير الانفنتوري بتاعي بطريقه ما هشرحها دلوقتي، والسبلاير انتجريشن ان انا هتعامل مع السبلايرز برضو بطريقه مختلفه. ازاي بقى؟ طب الحاجات دي كلها عملت عندهم ايه؟ عملت عندهم ماكسمايز افكتيفنس ويز مينيمم كوست. هو قعد فضل يعلي يعلي في الـ في الـ في الـ اسمها ايه الـ يعني التاثير بتاعه او حاجه زي افكتيف بكوست قليل قوي. نشوفها ازاي حصل ازاي. طيب اول حاجه هم قالوا هعمل ماس كوميونيكيشن، فضل يعني نزل للعملاء، نزلوا للشارع يسالوا الناس انتوا عايزين ايه. بجد نزلوا معاهم سيرفي كده، نزلوا الشوارع يسالوا الناس انتوا عايزين ايه. ماس كوميونيكيشن مش مثلا وكلموا واحد ولا اثنين، لا ده تقريبا نزلوا سالوا كل بني ادم عدى الشارع، انت ما تيجي تشتري، او مسكوا كل واحد داخل يشتري كمبيوتر في اي محل، انت عايز كمبيوتر شكله ايه. ابتدى يعمل سيرفي في الاول ماس كوميونيكيشن. الريزلت بتاعته ايه؟ ديليفرز اكزاكتلي وات ذا كاستمر وونز، هو عايز بالظبط، عارف بالظبط العميل عايز ايه. عمل بارتنرشيب مع السبلاير. يعني ايه؟ يعني السبلاير مش بالنسبه لي واحد بشتري مره منه مره وخلاص، لا ده انا خليته معايا شريك. just in time components inventory، بمعنى ان انا ما عاوز حاجه هطلبها في وقتها بالظبط. ده الريفلكت بتاعها عمل لي ايه؟ quick introduction of latest technology، يعني ان انا بشتريه هو الليتست تكنولوجي، انا مش عندي شويه رامات في المخزن وبستخدمهم وخلاص، لا انا بديله الاب تو ديت لاي عميل بيجي. الحاجه اللي اعتمدوا عليها برضو دايركت سيلز، بيبيع مباشر للعميل. ايه فايدتها؟ انا عارف اول باول العميل عايز ايه، بديله اللي هو عايزه بالظبط وهو واقف. العميل بتاع ديل ما كانش بيدخل يجيب حاجه من على الرف الرخصه، كان بيدخل الستور يقول له انا عايز جهاز مواصفاته كذا كذا كذا، كان بيركب قدامه وهو قاعد او يقول له بتجيبوا له كومبوننتس فريش وتركب في وقتها بالظبط، وبعد كده يحصل له دليفري. ماركت سيجمنتيشن، ابتدى يقسم الماركت على اساس سيجمنت، سيجمنت للشباب، سيجمنت للولاد، سيجمنت البنات،
سيجمنت رجال الاعمال وهكذا، فبيعرف كل سيجمنت ايه احتياجاتها. البنات قالوا عايزين لاب لونه بينك، الصبيان قالوا عايزين نشغل مزيكا مثلا احسن من اللي احنا بنسمعها. فكل ده التطوير ده جه من ايه؟ جه ان انا نزلت للعملاء وكمان قسمتهم سيجمنتيشن، عملت لهم سيجمنتيشن، قسمتهم سيجمنتس، كل كلاستر كل سيجمنت ليه كاتيجوري بتاعه، عارف من سنهم منطقتهم الجغرافيه ايه، الكاركترستيك بتاع كل جينيريشن ايه، ابتديت اشتغل عليها. كمان اداني الكاستمر سيرفيس اللي هو الافتر سيلز، يعني بعد ما خلاص بعت لك خلاص ما عرفكش، لا انا بعمل لك انت معايا عايز اي حاجه بعملها لك. العميل دلوقتي محتاج اي حاجه دي اللي هتوفرها له بالظبط، عايز كروس سيلينج او اب سيلينج، يعني ايه؟ يعني مثلا اشترى جهاز عايزه مثلا اب سيلينج، اللي هو هشتري حاجه زي مثلا اسمها ايه الاب سيلينج، هشتري حاجه بانتجريتد اكتر. الكروس سيلينج يعني حاجه هستخدمها في نفس الجهاز بتاعي، ابتدى يدي للعميل كل احتياجاته. بقى عندي انفورميشن كتير عن العملاء وعن احتياجاتهم، سوري. وفي نفس الوقت الانفورميشن دي بقيت بيعمل ليها شير مع السبلايرز ومع الكاستمرز نفسهم، بس كمان عارفين هو عايز ايه، ما بقاش مش سر حربي. يعني انا العميل بتاعي عايز كذا، فالسبلاير بتاعي يشتغل لي على احتياجات العميل كيس باي كيس، واحد وان باي وان. دي ده السبلاي تشين شارت. هنا مثلا الكاستمر بيبليس ان اوردر، هيحط اوردر، ديل هتبتدي تشتغل تركب له فعلا اللاب بتاعه في خلال يومين لثلاثه. يعني هو اللاب مش موجود على الرف هياخده ويمشي، لا هو بيدخل حط اوردر في الستور بتاع ديل في خلال يومين ثلاثه، بتبعت الاوردر للاسمبلي بلانت. الاسمبلي بلانت ده بيعمل ايه؟ بياخد السبلايرز سبلاي بارز از ريكوايرد، بيخلي السبلاير يبعت له القطعه اللي العميل عايزها بالظبط. بيلد ويتست وباك ذا برودكت، يبتدي يركب الكومبوننتس ويتست عليها كل ده، وبعد كده يبتدي يغلفها. بعد كده بيشيب الاوردر within 5 days تقريبا توصل للكاستمر. الجزء بتاع الديل بروسيس ده بيحصل فيها ايه؟ بكريدت شيك لو في اي ديبت او فاينانشال انترميديتلي، بيعمل اوردر ستورد ان ديتيل وانس كريدت هاز كليرد، يعني دلوقتي هو عليه فلوس ولا لا، ولو مثلا ايه خلاص اوكي يبتدي بقى ايه، لو مثلا حد لو عميل ده مثلا شركه هل عليه فلوس ولا لا، او مثلا لو كاستمر واحد مني قبل كده عليه فلوس ولا لا، ما لهوش فلوس خلاص بيبتدي يصنع. فدي السبلاي تشين شغاله كده، الاوردر يجي ابتدي اشوف عليك فلوس ولا لا، ما لهوش هبتدي اصنع له في خلال يومين ثلاثه. يعني ايه اصنع؟ لا انا ايه، هو اسمبلي بلانت، الاسمبلي بلانت ده تبع ديل، بيجيب الكومبوننتس بتاعته من السبلاير فريش باحتياجات العميل بالظبط، يبنيها يركبها ويتست وبيباك، وبعد كده بيشيب والكاستمر يستلم كل ده في خلال 5 ايام هنا 3 ايام هنا، يعني في خلال اسبوع تقريبا الكاستمر بيستلم الجهاز بتاعه فريش اب تو ديت احدث حاجه في السوق. طيب قلنا ان سيلز اعتمدت على الدايركت سيل او دايركت سيلينج. اول حاجه بعمل نيو فاليو تشين، اتكلمنا على الفاليو تشين لو تفتكروا. ديل هنا عندي ما عندهمش ان هاوس ستوك خالص لفيش جودز خالص، مفيش اي انفنتوري زي الكومبيتيتور بتاعته، لا المنافسين بتوعهم لا عنده انفنتوري من كل حاجه، هيخش اي محل هتلاقي اي لابتوب من اي ماركه. هو الكلام ده معلش ده انا بتكلم على اول ما ديل ما طلعت، دلوقتي ديل بقى عندها كده وعندها كده، لكن اول ما ديل ما طلعت الاستراتيجي بتاعتهم اللي كانت ناجحه جدا في ساعتها ان هو ما عندوش اي انفنتوري خالص خالص. انت بتخش كعميل تطلب الاوردر، هو بيبتدي يطلبه من السبلاير ويركبه لك ويبعته لك في خلال اسبوع. اشتغلت بالبول ميكانيزم اللي اتكلمنا عليه من شويه، انا ببول انا اللي بجذب العميل ان هو يجي لي. ليه؟ انا بقول له انا بدي لك الليتست تكنولوجي بالشكل اللي انت عايزه تيلر ميد برودكت، يبقى هنا انا ما مش هستنى ان انا الايه انتج حاجات واحطها في الانفنتوري وتقعد بقى 60 70 يوم على ما ايه تتباع، لا انا هنا بشتغل بالبول اللي هو طبعا مينيمايز اي ويست. تاني حاجة personalization اللي هو customer satisfaction، ليه؟ عشان عندهم الكمبيوتر بتاعهم customized to their particular liking، عايزه بينك عايزه ازرق عايزه يشتغل مزيكا عايزه مش عارفه ايه،
اللي هو عايزه بالظبط، مش هيدفع فلوس حاجه مش محتاجها، بيدفع على قد الحاجه اللي هو عايزها بالظبط. فدي هنا بنسميها value chain. طيب ده الكمبيوتر دايركت موديل. هنا عملوا هما نفسهم كده موديل خاص بيهم. هنا اول حاجه الكومباني هنا اوت سورس اول كومبوننت بات بيرفورم اسمبلي، يعني ديل مش بتصنع اي كومبوننت من الكومبوننت بتاعتها، بالعكس هي كل شغلتها ان هي بتجمعهم وبس، بتجمع الكومبوننتس دي وخلاص. لو نعرف حتى قصه صاحب الشركه هو جت منين فكره ديل اساسا، هو كان نازل يشتري كمبيوتر، الفلوس اللي كان معاه ما كفتش، طب اعمل ايه اعمل ايه؟ قال خلاص انا هنزل اشتري قطع الغيار دي ولا قطع الكومبوننت دي وهركبها وبقى عندي كمبيوتر. وهو بيعمل القصه دي وحد دخل عليه الاوضه، انت بتعمل ايه؟ بعمل كذا كذا، طب انا عايزه يبيعه لي. من الحته دي جاته فكره الشركه اصلا، هي شغال اصلا على الاسامبلي. فابتدى من هنا نشات، هو من جوه بيته ولا من جوه اوضته ابتدى بالقصه دي. وكان ساعتها اسعار الكمبيوتر طبعا تتعدى ال 10,000 دولار مثلا، هو عمل القصه دي ما كلفتوش 1000 دولار. فهي بالنسبة له حاجة موفرة جدا، والناس بقت تشتري ده لأن هو فعلا كاستمايز واللي أنت عايزه، مش هتدفع فلوس زيادة وفي نفس الوقت أرخص من أي ماركة تانية. طب ليه أرخص من أي ماركة تانية؟ عشان ماركة تانية عندها انفنتوري، أنت بتكلفك برضه كل الكلام ده أنت دافعه وأنت مش واخد بالك، هي دي الكوست لأي حاجة تانية أنت بتشتريها. طب الحاجة التانية اللي عملتها برضو ديل، إن هي ما خلتش يبقى عندي وسيط بيني وبين الكاستمر بتاعي، عشان كده فما بقاش عندي البول ويب افكت، يعني مش تاجر هيطلب من تاجر جمله، هيطلب من تاجر، مش كاستمر هيطلب من تاجر التجزئه ويطلب من تاجر الجمله، يطلب من المصنع، على انا بتعامل بالعميل، عايز واحد عايز اثنين هديله اللي هو عايزه بالظبط. فطبعا ده وفر في تكلفه حاجات كتير قوي. التو كاستمايز اوردر فور هاردوير وسوفت وير الاثنين، يعني انا بديك اللي انت عايزه سواء سوفت وير او هاردوير وفريش اب تو ديت، وفي نفس الوقت انت ممكن تعمل الاوضه ده وانت قاعد في بيتكم من التليفون او من على النت، يعني مش لازم تيجي. فدي كانت ساعتها حاجه ما حصلتش قبل كده خالص. من الحاجات اللي ديل برضو عملتها، عملت سبلاي تشين سيستم كده بيخليني انا كسبلاير، لو انا سبلاير لديل ابقى عارف اصلا السباير، يعني اول ما هو الكاستمر بيحط الاوردر السباير بيعرف هيبتدي يشتغل على طول. دي ما لهاش دعوه حتى، يعني مش دي اللي هتمسك الاوردر تبلغ السباير هات لي 1 2 3، لا السباير عارف وبيخش كمان يبص على الانفنتوري بتاعه وهو اللي يقدر يقلل او يزود بمزاجه. طيب الحته دي بتفصيلها الانفنتوري مانجمنت بيلد تو اوردر. يعني ايه بيلد تو اوردر؟ اغلب الشركات شغالين ميك تو ستوك. يعني ايه ميك تو ستوك؟ يعني انا بصنع صنع صنع واخزن لحد ما العميل يوصل، افضل اعمله في اعلانات بوش عشان يشتري. لكن هنا احنا شغالين ببيلد تو اوردر. يعني ايه بيلد تو اوردر؟ انا زي ما اتكلمت هو مش بصنع وبعدين اخزن، لا هو الاول يستلم الاوردر ويستلم الفلوس كمان اللي عايز وكده يبتدي يصنع. هو هنا مش بيصنع برضه، هو زي ما قلنا اسامبلي بيلد، بيشتري بياخد الفلوس اللي انت اشتريت بيها للسبار على طول. يعني انا كعميل دخلت ديل قلت له عايز جهاز كذا ودفعت له فلوس، بياخد الفلوس دي يروح يشتري من السبلاير الكومبوننت اللي هو ما دفعش حاجه من جوه خالص، فاهمني؟ يبقى هنا انا عندي كاستمايزيشن للبرودكت وما دفعتش حاجه من جيبي، انا خدت فلوس من العميل بتاعي واشتريت اللي هو عايزه، وصلته له وركبته له ووصلته وعملت له عليه تيست وباكجنج ووصلته لحد البيت، كل ده في خلال اسبوع واحد بس. لكن بقيه الشركات ما كانتش بتعمل كده خالص، كان بالعكس تصرف من فلوسها وتنتج وتخزن وتعين ناس وتدي الديستريبيوشن، وطبعا كل واحد بيزود على التاني. فانت في الاخر يعني انا كشركه بعت المنتج ده مثلا ب 10، راح لتاجر التجزئه ب 12، تاجر الجملة ب 15، وهكذا وصل لي ب 20 في الآخر. لكن هم عملوا مينيماليزيشن لكل، وفي نفس الوقت هو بيديك الشركات التانية كانت تبقى عندها ستوك فبتديك الحاجة مش اللي هي اب تو ديت، بتديك حاجة قديمة شوية. فهنا ديل تميزت عنهم ان هو بيديك الحاجة فريش واب تو ديت وبحاجة بسعرها تقريبا زي ما بنقول. طيب
ازاي بقى هم هندل الانفنتوري بتاعه؟ هو عمل حاجه اسمها ريفولفرز. يعني ايه؟ يعني انا ديل مملكش الانفنتوري بتاعي، انا مش دعوه، انا شركه بجمع وخلاص. انا هنا عندي، انا هنا ديل، ده الفاكتوري او الميرج سنتر اللي بياخد بيعمل اسامبلي للحاجه. طيب انا هنا في سبلاير او المانيفاكتشر بتاع الرامات مثلا او السكرين او الحاجات دي، بينقل الحاجه سواء باي اير او باي سي، بتروح على الوير هاوسز. من الوير هاوسز اللي هي الوير هاوسز بتاعت الجمرك مثلا، هي كده تبتدي العربيات تنقلها تروح للسنتر بتاع ديل. ده الطريقه اللي ديل اشتغل بيها. سوري. طيب دلوقتي دايما في اي شركه احنا لازم يكون عندي بافر ستوك. عشان ليه؟ عشان عندي ديماند مش ثابت، عندي انسرتينتي. يبقى هنا ديل هتخلي عندها ستوك؟ لا، كانت بتقول للسبلاير خلي بالك، خلي عندي انفنتوري اون هاند علشان لو الكاستمر طلب يكون عندي. لكن ديل لا تملك اي حاجه، ما دفعتش اي فلوس في الانفنتوري بتاعها. ليه؟ السبلاير دول كلهم مأجرين من ديل مخزن، يدفعوا فلوس ايجار لديل وبيحطوا الكومبوننتس بتاعتهم هنا، وعن طريق برنامج كمبيوتر بيخش يعرف الانفنتوري بتاعه ويعرف يتحرك ولا لا. لو جه اوردر لديل عشان تعمل اسامبل لجهاز جديد، هو بيخش يشوف ايه اللي اتاخد ويعمله ريبلينشمنت. دي بنسميها سبلاير لوجيستيك سنتر، اهي سبلاير لوجيستيك سنتر وير هاوس. هم عبارة عن small warehouses located within a few miles of Dell assembly plant. هو على بعد خطوات من Dell، عشان كمان ما يدفعش فلوس كتيرة في التوصيل أو إنه يروح يجيب components دي ويجي. كل revolvers من دول is shared by several supplier. كل في كذا supplier هنا، supplier للسكرين، supplier الكيبورد، supplier الرامات، supplier المذر بورد، كلهم كل واحد فيهم مأجر حتة من الحتة دي. Dell does not own the inventory. This inventory is owned by supplier and charged to Dell indirectly through component price. Okay. هي بتعرف ال component سعره ايه وتحمله على العميل على طول. طب ال value chain بقى في Dell كانت عامله ازاي؟ قلنا ان انا عامله دايركت سيلز ابروش. ليه؟ انا ببيع على طول مباشره للكاستمر، فقللت اي اكسبنسز بتاعت تجار الجمله والتجزئه، ببيع دايركت للكاستمر بتاعي. ليه؟ عشان انكريز السبيد والكواليتي بتاعت الانفورميشن فلو ما بين ديل والسبلاير بيز بتوعها. يبقى انا عارفه على طول السبلاير عايز ايه، فبالتالي استجابتي سريعه جدا والكواليتي كمان عاليه جدا والحاجه فريش زي ما بنقول. تاني حاجة بقى، ديل نفسها بتعمل كولابوريشن ما بين السبلاير. زي ما قلنا المكان واحد، فيه كل واحد حاطط حاجته وكل واحد بيبص على الانفنتوري بتاعه وبيأبديت الانفنتوري بتاعه حسب اللي اتسحب منه بالفعل. في نفس الوقت عنده انفورميشن فلو بيقول له السبلايرز عايز كذا بمواصفات كذا، يبتدي رياكت على القصص. اوكي. طب ايه مميزات القصة اللي عملت ديل دي؟ اول حاجة طبعا الريتيرنز، ما فيش ريتيرنز بقى خالص. انا ما عنديش حاجات مرتجعات. ليه؟ انا الحاجة الاوردر بيجي بنفذه، بتست الاوردر واسلمه للعميل بتاعي، فبالتالي ما عنديش الاوبسوليت انفنتوري او الاوبسوليت ستوك اللي هو المخزون اللي هو مش هينفع ابيعه وما عنديش القصه دي خالص. بعد كده بتوفر طبعا فلوس فظيعه جدا ان هي تشتري كومبوننتس وتخزنها بحوالي 3% في الشهر. يعني كل شهر تقريبا كان بتوفر حوالي 3% بدل ما كانت هتشتري كومبوننتس دي وتخزنها عندها. ريديوس برضو الهاندلنج كوست، تكلفه المناوله زي ما بنقول. ليه؟ عشان انا بنفذ بس اللي بيطلب مني، وبقى ما عنديش كمان رنت للسبيس بتاعي، انا بالعكس انا باجره للناس، فانا من ناحيه كل ناحيه كسبان. طيب بعد كده ابتدت ديل كان يجي لها طبعا ناس، عايز في ناس كتير
حابة تخش مكان تلاقي الجهاز مواصفاته تك تك تك، خلاص أنا اشتريت. فديل قالت ابتدت تلوز شوية opportunities، يعني هي لو حتى بصينا لل performance بتاعتها في أول كام سنة، فضلت على التوب بتاعت 4 سنين ورا بعض ابتدت تنزل. فما ابتدت تسأل ليه الناس مش يعني مش ليه ما وصلناش نمبر 1 بقينا 2 أو 3، لأن في ناس عايزة تدخل مكان ما عندوش صبر إنه يستنى أسبوع. أنا دخلت عايز جهاز دلوقتي، فخلاص أنا هعمل هايبرد بيزنس. يعني إيه؟ يعني هبيع دايركت سيل وفي نفس الوقت هيكون عندي ريتيل ستور. فاهمين؟ فهمتوني؟ يعني هو اشتغل بدايركت شانل إنه هيبيع دايركت للكاستمر بتاعه، وفي نفس الوقت هشوف الناس السيجمنت اللي ما عندهاش صبر وعايز يحط الاوردر دلوقتي يستلم دلوقتي. عمل الموضوع ده اللي هو الدايركت سيلز مع الريتيل، دي بيسموها هايبرد بيزنس موديل. بكده محاضرتنا الاولى خلصت، واتمنى تكونوا انبسطتوا واتمنى تكونوا استفدتوا منها اي حاجه. شكرا لكم. بشكر حضرتك جدا يا دكتوره على المحاضره القيمه. المحاضرة بصراحة كانت ممتعة وحضرتك استمتع بيها جدا يعني. ربنا يكرمك. يعني لو حد عنده أي سؤال يكتب في الشات أو يعمل ريس هاند ويعمل مداخلة مع الدكتور. في سؤال يا دكتور هبة، ممكن نعتبر موقع علي بابا كمثال لسبلاي تشين مانجمنت؟ اه طبعا طبعا، ده حد انوفيتور قوي، عمل من مفيش اي حاجه وما عندوش حاجه بيبيعها حتى، هو بيخلي الناس يعرضوا عنده، ويعني كسبلايرز وناس يخشوا يشتروا، هو ما بيكسب فلوس من الهوا زي ما بيقولوا. جزاكم الله كل خير، الف شكر لحضرتك. الله يكرمك. مزاحك طيب، رمضان كريم. الله يكرمك. مع السلامه. مع السلامه. بشكر حضرتك تاني مره تانيه يا دكتوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.